السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل مقارنة بين مجال البرمجة بمجال الجرافيك ديزاينر من حيث التعلم وتوافر فرص العمل وما هو مقدار الدخل المتوقع لكل مجال. راح نتعلم ونتكلم عن هذا الموضوع ببساطة مبنية على الخبرة والتجربة في المجالين لعدة سنوات. تابع الفيديو حتى النهاية عشان نستفيد مع بعض. ويا هلا بكم من جديد، معكم مشعل مطوريب وجرافيك ديزاينر. ويا ريت قبل ما نبدأ موضوع الحلقة لايك للفيديو واشتراك بالقناة عشان ما يفوتك أي جديد في القناة وما تفوتك الفيديوهات والمعلومات الجديدة. مثل ما قلت لكم في المقدمة راح نتكلم ونقارن بين مجال البرمجة ومجال الجرافيك ديزاينر. دائما لما عايز أنت تتعلم أي مهارة جديدة بحياتك تجيك استفهامات كثيرة وأسئلة تشغل بالك وتشغل فكرك. أنا أتعلم المهارة هذه بكم؟ أو لو مثلا لو تعلمتها هل فيها مردود مادي كويس؟ طيب بعد ما تعلمتها أشتغل وين وكيف أشتغل وأكسب من هذا المجال؟ طيب الآن أنا عايز أتعلم وقدامي طريقين، برمجة أم جرافيك ديزاينر. طبعا لا يخفى عن أي أحد أنه التصميم بفروعه المختلفة والبرمجة بفروعها المختلفة من أكثر المجالات طلبا في سوق العمل الآن. أول حاجة راح نتكلم فيها وهي اختيار المجال. اختيار مجال ببساطة، انت الآن لما تجي تختار اي مجال بناء على ايش؟ بناء على ايش تختار هذا المجال؟ اولا تشوف وتقارن بين الموارد اللي عندك، سواء موارد مادية او موارد عقلية وعلمية وخبرات سابقة متوفرة عندك. يعني مثلا الآن لو انت عندك قدرة تحليلية وانت تفهم في الرياضيات كويس، يعني ما شاء الله تدخل اي محل تجاري تشوف الفاتورة تحسبها قبل ما يحسبها الكاشير وقبل ما يحسبها الجهاز، هذه تعتبر مهارة موجودة عندك، بسرعة تحسب وتحب تحلل الأشياء وتحسبها بشكل منطقي، والناس طبعا يقولوا عنك أنك شخص محلل للأشياء الحسابية، تعطيها احتمالات منطقية واردة. إذا أنت كنت من هذا، إذا كنت أنت من هاي الفئة، فالبرمجة طبعا هي المجال المناسب لك أكثر من الجرافيك ديزاينر. أما لو أنت عندك قدرة إبداعية أو إنسان مبدع، مثلا عندك نظرة فنية في الصور، مثلا ماشي في شارع تنظر للوحات المحلات التجارية وتحلل تصاميمها وتطلع منها الأخطاء وتحب تقول لو الصورة هذه في المكان هذا والنص في المكان هذا كان طلع أحسن، فعندك حب وشغف تصنع الصور، أو عندك حب وشغف تصنع الصور والناس يقولوا عنك فنان وتملك شخصية فنية، لأن مسألة الفن هي ذوقية من شخص لشخص، تختلف من شخص لشخص. يعني بتحب الحاجات الفنية أكثر من الأشياء التحليلية والحسابية، فمجال التصميم الجرافيك ديزاينر أو المجال الجرافيك ديزاينر هو المجال المناسب لك. هذه نسميها الموارد العقلية. لكن في مورد ثاني مهم جدا وهو المورد المادي أو الموارد المادية. البرمجة من ناحية الموارد المادية، نبدأ أولا بالأدوات. مثلا أنت حاب تدخل مجال البرمجة، إذا حاب تدخل مجال البرمجة ما تحتاج لابتوب كبير بمواصفات عالية جدا عشان تبدأ وتشتغل في مجال البرمجة، ولا تحتاج أفضل جهاز إمكانياته عالية عشان تبدأ تشتغل وتطلع شغل من البرمجة. أما من ناحية ثانية لو رحنا للجرافيك ديزاينر والمونتاج والأشياء الإبداعية اللي هي تحتاج رندرة، لازم يكون عندك جهاز بمواصفات وإمكانيات عالية عشان تقدر تطلع منه شغل أو عمل كويس. وغالبا أجهزة التصميم والجرافيك والمونتاج أسعارها غالية شوية، فأنت على حسب المتوفر عندك من الموارد المادية والعقلية والعلمية. النقطة الثانية يا صديقي المبدع، من الأشياء المهمة تشوف إيش عندك خبرات ومؤهلات سابقة، لأنها تساعدك بشكل كبير في تحديد مجالك أو تحديد المجال المناسب لك. مثلا الشخص المهتم بالرياضيات والإنجليزي يكون تعلمه أسرع وأسهل البرمجة من الشخص اللي ما يتقن وما عنده خلفية الإنجليزي وبعض من المفاهيم الرياضيات وعلوم الحاسب أو علوم الكمبيوتر. النقطة الثالثة يا صديقي المبدع، العائد المادي السريع، بمعنى أي مجال أسرع يجيب لي مردود مادي. البرمجة أم جرافيك ديزاينر، عشان تقدر تشتغل فلازم تختار المجال المناسب اللي يطلع لك فلوس بسرعة ودون مجهود كبير. إذا كنت مضغوط ماديا فتحتاج أشياء تساعدك في مصروفك الشخصي أو العائلي، في الجرافيك ديزاينر تقدر تطلع منه شغل أسرع من البرمجة. النقطة الرابعة يا صديقي وهي اللي تفسر النقطة السابقة، وهي سرعة التعلم. سرعة التعلم مثلا أنا قلت تخضع لمستوى الجاهزية اللي تكلمنا عنه في البداية، المؤهلات والقدرات العقلية والنفسية والخبرات السابقة. لو أنت خبرتك السابقة في الجرافيك ديزاينر أكثر وعندك حس فني وإبداع أكثر، راح يكون تعليمك أسرع في التصميم من البرمجة، هذا شيء طبيعي. أما لو خبرتك السابقة للرياضيات والمنطق والتفكير المنطقي أكثر، فأنت راح تروح لمجال البرمجة وراح يكون تعلمك للبرمجة أسرع. ولكن خلينا نقول بصفة عامة التصميم أسرع من ناحية التعلم. ليه؟ لأن مثل ما أنا قلت لك التصميم بيخضع أكثر الحاجات الفنية والذوقية. يعني أنت ممكن تشتغل تصميم وتلاقي عملاء يقبلون بشغلك ويقولون كويس وحلو، تبعث نفس العمل لشخص أو عميل ثاني ويشوف تصميمك سيء وغير مقبول، وهذا حصل بالتجربة شخصيا، حصل
معي أنا في بدايتي، لأن الناس بعد أذواق، فكل عميل له ذوق وينظر للتصميم حسب ذوقه ورؤيته الإبداعية. فهاي الفكرة بالموضوع كله، بيأخذ أكثر مجال يأخذ أكثر منحنى ذوقي أكثر من القواعد الثابتة. طبعا يوجد قواعد كثيرة للتصميم الجرافيكي، لكن غالبا الناس اللي ما عنده خلفية ممكن بيشوف تصميم يعجبه لأن ما عنده خلفية من الأخطاء الموجودة في كل تصميم، من ناحية التوازن، من ناحية الانسيابية، قواعد التصميم معروفة. أما في مجال البرمجة ففي قواعد علمية وقوانين وطرق ومصطلحات وحاجات كثيرة لازم تتعلمها، وعشان تتعلمها وتطبقها بتاخذ منك وقت طويل شوي أكثر من التصميم أو الجرافيك ديزاينر، وهذا اللي يفسر سرعة العائد المادي في الجرافيك ديزاينر. مهما كانت خبرتك يعني عشان تكسب فلوس بسرعة في الجرافيك ديزاينر أسرع في كسب المردود المادي من البرمجة. بالنسبة للبرمجة إذا أتقنتها فيها مردود أكبر ودخل أفضل من الجرافيك ديزاينر، وطبعا آخر شيء بترجع للشخص ومهاراته في التسويق لنفسه. ممكن تلاقي مصمم جرافيك ديزاينر، ممكن تلاقي مصمم جرافيك بيطلع أكثر من المبرمج لأنه تفوق على المبرمج من الناحية التسويقية والاحترافية. وبالنسبة لتعلم البرمجة في أشخاص تعلموها بأشهر وفي أشخاص تعلموها بسنين، مثل ما قلتك تأخذ عشان تتقن البرمجة أو عشان تتقن لغات برمجية ممكن تأخذ منك العملية 6 أشهر لـ7 أشهر أو لسنة حسب خلفيتك السابقة وخبرتك السابقة. أما جرافيك ديزاينر يا صديقي ممكن تأخذ رحلة التعلم 2 أو 1.5 شهر وتصير مصمم وتشتغل وتطلع شغل. النقطة الخامسة يا صديقي بعدها مهمة، وهي الموارد والأدوات اللي محتاجها عشان تتعلم من ناحية إيجابية. خلينا نقول إنه أي كمبيوتر معاك ينفع تتعلم عليه وتشتغل عليه في البرمجة، لأنه أنت أصلاً وفعلاً ما تحتاج جهاز بمواصفات عالية جداً أو إمكانياته خارقة عشان تقدر تطلع شغل كويس. أما من ناحية ثانية فالجرافيك ديزاينر والمونتاج والأشياء الخاصة في التصميم فتحتاج جهاز بمواصفات عالية جداً، فيه كرت شاشة عالي جدا حديث وبروسيسور قوي وحديث وهاردك سريع من نوع SSD وكرت شاشة قوي وشاشة كويسة عشان تطلع ألوان وتعطيك ألوان صحيحة وواضحة عشان قواعد التلوين في التصميم والمونتاج. النقطة السادسة مصادر التعلم. مصادر التعلم يا صديقي المبدع، أنا أتعلم من وين البرمجة أو الجرافيك ديزاينر بعد ما أحدد المجال، يعني هذه سهلة جدا. خليني أقول لك إنه في مواقع تعليم متاحة في كل مكان، واليوتيوب مليان قنوات عربية وأجنبية مشهورة تعلم البرمجة والجرافيك ديزاينر، وحاليا أنا شغال على سلسلة مفيدة وقوية راح نتعلم مع بعض ونتكلم عن أشياء كثيرة حول الجرافيك ديزاينر، وراح ننزل حلقات كاملة إن شاء الله حول تطوير مواقع الويب وحول مصادر تعلم البرمجة ومصادر تعلم الجرافيك ديزاينر، تمام؟ بحلقات منفصلة أترك لكم في موضوع الحلقة وفي وصف الحلقة إن شاء الله. كمل الموضوع اللي بدينا فيه، أي المقارنة بين البرمجة والتصميم الجرافيكي. بعدها نحدد أي مجال يوفر أكثر من ناحية الموارد البرمجة تكسب، لأنه أي كمبيوتر ينفع تشتغل عليه وتطلع منه شغل كويس. من ناحية ثانية الموارد الخاصة بالبرمجة وتوفرها في كل مكان. النقطة اللي بعدها وهي توفر فرص العمل. فرص العمل نظريا متاحة على المجالين بنفس الطريقة بنفس المستوى، ما في أي مشاكل، ولكن الموضوع يتوقف على المجالين في التسويق. مثل ما خبرتكم في النقطة السابقة أنت كيف بتسوق لنفسك، يعني إن كان على السوشيال ميديا ولا على أرض الواقع ولا حتى أنت بتعمل منتجات وتبيعها تكسب العملاء أو العمل في شركات كبيرة وضخمة أو كفريلانسر، فالتسويق هو العامل الأساسي اللي يحدد أنت هتشتغل ولا تجلس في بيتك فترة طويلة. فهذه هي الفكرة، أنت لازم تسوق لنفسك بشكل صحيح، وإن شاء الله راح أخصص حلقة كاملة أتكلم عن تجاربي وتجارب الكثير من الأصدقاء في طريقة التسويق والعمل في مجال التصميم والبرمجة أو في المجالين مع بعض، عشان نقدر نستفيد من بعض ونشارك خبراتنا لكم إن شاء الله وتستفيدوا وما تخوضوا نفس الأخطاء اللي خضنا فيها أو دخلنا بنفس الأخطاء اللي دخلنا فيها، تمام؟ بشكل عام فكرة التسويق لازم تسوق لنفسك بطريقة صحيحة، وكيف تسوق لنفسك بطريقة كويسة عشان تقدر تلاقي شغل. الخلاصة إن فرص العمل متوفرة والمجالين البرمجة والجرافيك ديزاينر فيها فرص عمل ممتازة سواء إذا دخلت مجال التصميم الجرافيكي أو دخلت مجال البرمجة. النقطة المهمة والأخيرة يا صديقي حرفيا خلتها آخر شيء لأن أهم شيء في الموضوع فأحتاج منك تركيز شوية، وهي مقدار الدخل المتوقع من البرمجة أو التصميم. طيب هذا يا صديقي بيعتمد على الخبرة والاحترافية. دائما أنت في أي مجال تدخله سواء التصميم أو البرمجة، إذا أنت بمستوى محترفين وتسويقك لنفسك كويس وبمستوى احترافي وعملك كويس وطلع منتج كويس، أكيد راح يكون دخلك المادي ممتاز والمجالين شغالين وفيها فرص عمل كبيرة. الفكرة كلها أنت كيف تخرج من مستوى مبتدئ إلى مستوى وليفل عالي وليفل احترافي. فلازم أنت بتطور من نفسك طوال الوقت في مجال اللي أنت فيه، في المجال اللي أنت فيه ارفع من مستواك إلى مستوى الناس اللي أعلى منك، هذا مستواك ارفع إلى مستوى ناس أعلى منك، قارن شغلك بشغلهم،
حدد نقاط الضعف، نقاط القوة، واشتغل عليها باستمرار، وحاول تطور شغلك زيهم. اعمل نفس المنتجات اللي بيعملوها، تمام؟ اعمل نفس المنتجات اللي بيعملوها في وقت أقل مثلا، أو اعمل نفس المنتج اللي هم بيعملوه بطريقة أفضل شوية، وضيف عليه لمستك الاحترافية عشان تبدع وتتميز عليهم. وفي نقطة مهمة جدا، وهي إذا أنت شغال في مجال الجرافيك، فدائما الناس أو العملاء اللي يجوك يبسطوا من حيث التصميم، وينظروا لأي تصميم إنه مجرد صورة فقط، شوية حاجات يا عمي ضيفها لبعض وركبها لبعض وانتهى الموضوع خلاص، وإنه هو قادر العميل يسوي نفس تصميمك بس ما عنده الأدوات المتوفرة وما عنده الوقت الكافي عشان يطلع نفس شغلك. بينما لو رحنا للبرمجة يا صديقي، دائما تلاقي العملاء بيعطون المبرمج إمكانيته لأنهم مو عارفين أصلا مجال البرمجة، وينظرون للشخص المبرمج انه شخص خارق للعادات، يعني شخص فريد من نوعه. فهذا الشيء صراحة يعطي المبرمج امكانيته في الشغل من ناحية العمل ومن ناحية المادة مع العملاء. طبعا البرمجة فيها لغات كثيرة وتقنيات، يعني ايش؟ يعني في فرص كثيرة ووظائف متعددة في مجالات مختلفة مثل تطوير الويب وتطوير تطبيقات الجوال، وخاصة الان بعصر الذكاء الاصطناعي وثورة تعلم الآلة وتشات جي بي تي وجوجل بارد وموقع ميدجورني. فهذه أحدثت ضجة شوي بزيادة الطلب على المبرمجين، ولدت وظائف جديدة واختفت وظائف معها، تمام؟ ولدت وظائف جديدة واختفت وظائف سابقة. وما نخرج عن موضوع حلقتنا، بالنسبة لرواتب المبرمجين اللي عندهم المهارات العالية يمكن يكونوا من بين أعلى الرواتب في مجال التكنولوجيا بالعالم، لأن الطلب على المبرمجين يزيد باستمرارية نظرا لأهمية التكنولوجيا في حياتنا اليومية وثورة الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للتصميم الجرافيكي، مع التقدم التكنولوجي وزيادة نمو الشركات والتقدم في صناعة المحتوى، زاد الطلب على صناعة محتوى مرئي جذاب للإعلانات والسوشيال ميديا والتسويق عبر السوشيال ميديا، وظهرت مواقع ذكاء اصطناعي تساعد المصممين بشكل كبير في زيادة الإنتاجية. لكن البرمجة أكثر أهمية وأكثر مردود مادي من التصميم الجرافيكي، والطلب عليها أكثر بكثير من التصميم الجرافيكي، وممكن الجمع بينهم. وراح أنزل حلقة إن شاء الله كاملة بخصوص الجمع بين الجرافيك ديزاينر والبرمجة، يعني تقدر تشتغل جرافيك ديزاينر ومبرمج، هذا تقدر، لكن هذا يحتاج انه يكون شخص خارق شوية ومختلف، يعني خارق يعني شخص ملتزم وعنده امكانية شوية عالية عشان يقدر يجمع بين البرمجة والتصميم الجرافيكي. طبعا المميزات اللي راح تفيدك في وراح نتعلم ايش المميزات اللي راح تفيدك اذا تعلمت البرمجة والجرافيك ديزاينر، وهذا الشيء ممكن ومحقق ان شاء الله في حلقة، راح اخصص حلقة منفصلة اعطيك تفاصيل كاملة حول هذا الموضوع. وبالاخير نلخص موضوع حلقتنا السريع عشان نلخص كل موضوع الحلقة من البداية الى النهاية، مقارنة بين الجرافيك ديزاينر في موضوع البرمجة وأي المجال أفضل ومن ناحية الموارد ومن ناحية التعلم. طبعا البرمجة ما تحتاج جهاز إمكانيته عالية عشان تشتغل، بالمقابل الجرافيك ديزاينر تحتاج جهاز إمكانيته عالية عشان تشتغل. البرمجة فيها مردود مادي كبير، بينما الجرافيك ديزاينر في مردود مادي أقل شوي من البرمجة. البرمجة تعلمها يأخذ وقت طويل شوي، بينما الجرافيك ديزاينر يأخذ وقت أقل من البرمجة. البرمجة تأخذ وقت طويل عشان تشتغل وتطلع فلوس ومنتجات، بينما الجرافيك ديزاينر بوقت أقل تتعلم وتشتغل وتطلع فلوس. البرمجة من ناحية موارد التعلم متوفرة وبكثرة وباللغة العربية والإنجليزية. الجرافيك ديزاينر مثل البرمجة متوفرة موارد التعلم سواء باللغة الإنجليزية أو العربية، سواء في اليوتيوب أو في مواقع على الإنترنت. البرمجة العميل بيتعامل مع المبرمج إنه شخص خارق للعادات وشخص فريد من نوعه، وبالتالي يعامل المبرمج بطريقة أحسن من طريقة التعامل مع الجرافيك ديزاينر. بينما الجرافيك ديزاينر تلاقي أن العملاء يستخفوا في المصمم وأنه شغله بسيط ومجرد حاجات بسيطة تم تركيبها بدقائق. يا صديقي، أتمنى تكون استفدت من هاي المعلومات المختصرة حول مجال البرمجة والتصميم الجرافيكي، ولا تنسى تشترك في القناة وتشارك هذا المحتوى مع أصدقائك المهتمين في مجال البرمجة أو مجال الجرافيك ديزاينر، عسى أنه يستفيدوا من هاي المعلومات اللي لخصتها لك بحلقة واحدة وبأقل مدة ممكنة، وحاولت أجمع فيها كل المعلومات اللي تفيدك بجانب البرمجة وجانب الجرافيك ديزاينر. إذا عجبتك هذه المعلومات لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس في القناة عشان ما تفوتك الحلقات الجاية، وأشوفك إن شاء الله في فيديو قادم. كان معكم مشعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.